Welcome back everyone to the bilingual story time Arabic and English. مرحبا بكم مجددا أعزائي الأطفال في وقت القصة العربية والتي ستكون باللغتين العربية والإنجليزية. مرحبا أهلا بكم. المكتبة أمل تنتظركم. تعالوا مرحبا يا أصدقاء. أتنقل أزهو بشبابي ما بين كتاب وكتابي، والمكتبة أعز صحابي وطموحي أحلى عنوان. أهلا أهلا بالجيران بالأحباب. قصتنا لليوم Fly Away Katy. كاتي طارت بعيدا. Katy was feeling great. She was stuck inside with no one to talk to except herself. What a gray, gray day. كاتي كانت تشعر بالرمادية دائما وكانت عالقة داخل نفسها ولا تتحدث مع أحد إلا مع نفسها. The picture on Katie's wall looked like a much better place to be. الصورة التي كانت على حائط كاتي كانت مكانا أفضلا للعيش من المكان التي كانت فيه. I need some color, she said, Katie. So to cheer herself up, she put on a large green hat. قامت كاتي لتبهج نفسها بوضع قبعة خضراء. But كاتي still felt a little gray. لا زالت كاتي تشعر أنها رمادية وتريد بعض الألوان. Oh, beautiful. كاتي put on yellow tights. جميل. لبست كاتي جواربا صفراء. Oops. And put them up as high as she could. Oops. قامت كاتي برفع هذه الجوارب عاليا عاليا قدر ما استطاعت. كاتي feel brighter. She said, I still feel a little gray. But not bright enough. شعرت كاتي أنها مشرقة أكثر. ثم قالت لنفسها أنا مشرقة ولكن ليس كافيا. So she put on her blue shoes. ثم قامت كاتي بلبس حذاء لونه أزرق. And she put on her best pink dress, getting brighter. ثم قامت كاتي بلبس فستان لونه زهري وقالت أنا مشرقة أكثر الآن.
She painted her lips a shiny, shiny red. She painted her face blue like her shoes. قامت كاثي بتلوين شفاهها باللون الأحمر الفاقع جدا. قامت أيضا بتلوين وجهها باللون الأزرق وهو اللون الذي يشبه لون حذائها. She painted orange stripes on her arm. She painted the tips on her finger purple. ثم قامت كاثي بعمل خطوط برتقالية على ذراعها. ثم قامت كاثي بتلوين نهايات أصابعها باللون البنفسجي. كاثي stood still so the paint could dry. And that's when she felt. وقفت كاثي ولم تتحرك أبدا حتى يجف الأطلاء أو الألوان التي دهنت بها نفسها. وهذا ما شعرت به. Fluttery, fluttery, slightly fizzling. Whoosh, Kitty flew into the picture. Hello, I'm Kitty. Tweet, 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 all the birds around her. And that's where she stayed all afternoon, fluttering brightly until it was time to fly home for her bath. شعرت كاثي بأنها تطير وتحلق وتحلق بعيدا إلى أن تتلاشى. أوش طارت كاثي ودخلت داخل الصورة. قامت كاثي بإلقاء التحية على جميع العصافير الموجودين هناك وقاموا أيضا بإلقاء التحية عليها. وهناك جلست كاثي طوال فترة بعد الظهيرة. كانت تشعر كاثي بأنها متألقة ومبتهجة وتستطيع الطيران في أي مكان. حتى حان موعد العودة إلى المنزل وموعد الاستحمام. This was our story for today about colors. See you next month. كانت هذه قصتنا لهذا الشهر عن الألوان. أراكم في الشهر المقبل. إلى اللقاء.